بربرا ومقالة دونيدا شالا إيه مانتابا عانكا آه أو له تاريخ آد فعوين سيدا بواق تودا آي كوشيغين قرويال ترابادان أو وقوهو ريي قراغي رير شام إيه ابن باتوتا مقالة بربرا سيدا انتا بادان لوود أوكسون يهي كونا حسان قرايادا سي بواقت اي كد دياريين ومقالو آد افعوين كريتان كيدونا وكو تاريخيسان يهي تان ايه قرنكيشان ايه طبناد كون سيديد بغولابي افرتان كي واربحين وكد دياريي قراغي ارداشاي ودنكا بريتين اللوغو مقعابي جيري تشونستون وامر سحيبيد بربرا وحلقا سي قراغا تشونستون سفر كو يمي وحا او حساي إن مقال حيبيد بربرا أي أحايد قوب قانعسي أو ضديو فرابطيني أو إيمان كرين سيدي أي وحنا أغو دوفين لهايين وحنا أغو سو إيبكين لهايين مقالة بربرا كل قلقر ريبو ضدك أرد الشيء إياقونا وحاكو نولا قومي يدو ترابطان واي كميديهين عرب تركي هندي بورتقيس إسرائيليين إيا ضديو قالي أو إياقونا قانعسي أو إيمان كري حيليقاسي وحاي بارتلماميد بربري أو أحايد قانعسي إيحادارد شقادة وغوصة الرئيسة اي دادكونا وحي اهايد ابان اما با وكيل او دادكو قف ايه كوحبا وحي اوغو اديجي جيرين غان عصتا دا دونيدا وقتي غاسي هوري بربرا وحي اهايد دكت دبيعيا او اد مهي مركاسي اوغو اهايد دونيدا وحانا ديباد اللور دوفين جيري وحيابا فرابادان او اي كميد اهايين حولها النور فول كمروديغا بالكا غرايادا صوباقا ايه وحيابا كالي او ترابادان أديك بضيعة ده اللقاء دوفيو يبارت ربي ويني بربرا ديجاي واتن بربرا وقتي غاسي قرني يهورتيد كاليكتاي ميدان لغا مارمي كارين لوغان ايما دو دوني دا انتيه دا بادن مغال حيبه دا بربرا ومغالة دا انت اللو اكسو يهي حيبها منطقة دنكو يالا بواق تلغا قوري آنه كو كوبنين ميديا لابا سيدو كالي ريشارد بارتون او إساقونا دالاشا آهان كسو تشيدي دالكا إنجريسكا واربيحين إيا بوغو وقتي غاسي كا قوري وحا او كو حصي إن بربرا اي كاميدا هايد مغالو ينكي وغو دقدقاقا بادنا وغونا عميرا أفريكا دا باري إيا إن بادانو كاميدا ودماد إيشيا غراحسيقونا وقتي غاسي او سيحاولي او سعون تيري وليبا بلاها نوفمبر إيو بيشامي دادكا وقتي غاسي لولكا كون نولا نولو شودو وحي أحايد ميد إسو ديه لتران غانعسا تادا دوني دو وقتي غاسي بربرا سيوين أي إغو تير سانايد فكرات إيو مال بانا وحي كوب بيحين كيرين سيدي بربري أولا ترتامي لحايد مقالة حيبادية دي وقتي غاسي دوني دا إيه عميرا marka aynu ka nimaadno taariikhda si guunka ah bala neegno isbeddeladii ganacsi iyo marxaladii dekedaha berbera ay soo mareen marso rabaaniya ila iyo midad sameeya halkani waa madinatu al-hujaj waa madin waa halkii ugu horeeyay ee dekedda magaalada berbera oo ahayd deked wax ka soo degan waxna ka dhoofaan waxa ahayd mid dabiici ah oo banana xeebta banana intan taarkan iyo deerkan shirkadu ku sameen meesha imi ka degan ka hor حيب بنام بعد هالكاسة لو إلا أنت أنا أقرب كي جارس هيا لولو بطل لولو جنشر اللي قصو ساري شكرا تكاد داسي دبيعي قاه كدب وحمركي يهريسي وقت قاسي دولاد دا انجريس كو كردستي مقالة دا بربرا تكاد ير انسي داسي اسي وينين حد بد كاد داسي ياري محاي كبد شي بلشدا ايا ديگان تا وقت قاسي waxay ka baday shay waxay sameysay dhismihii ba kordhay aan magaalada wada arish baa arish kiba laga tago dhisma la galay waa la dhisay magaaladii arab iyo soomaali waxa joogaba waa dhisan iyo intiba antiba kooda lahayn dadka ajnabiga ah sanadkii 1986 ayaa markii uu horeeyay waxa dawladdii midowga Soofiyeetigu khaasatan dawladda Raashiya ay ka dhistay dekad rasmi ah oo dhererkeedu dhan yahay 320 mitir taasina noloshii iyo dhaqaalihii waxay u noqotay lafdhabar mandaqadani ku hirato
maalgashigii saddexaad ee dekedda berbera ay heshay ayaa ahaa dhisma kororkii qaybta labaad ee dekedda berbera oo dowladda maraykanku ay dhistay sannadii 1984kii taasi oo iyana dhererkeedu dhan yahay 350 mitir xilligaasi dekedda berbera maalgashiyada caalamku ku dhiseen ee maanta dhitan maalkeedii la manaafacaasado waxay sababtay inay xarun u noqoto ganacsatada dunida carab iyo cajab labadaba halka wadamada khaliijka ee imaaraadku ka mid yahayna waqtigaasi aan horumar u bilaabnayn oo ay berbera hiigsan jireen imaaraadku cashaan bay iska ahayn kalluumaysata khali ahayn markan berbera ay عراق تمرت كتما دل كينج دون تروح يسوس عنش أنت صوب بلوت يسوس عنش تشرع به مثلا تجي تدمي سيتكي أيام قلت لي الشركة دن أت داس العراق تاريخ دخليش الوقت دو به لكن بربروا قديم واحد حولها اللي بوكلي يسنش أو ال ال سي با مركا حل قال تشبيني حولها اللي بوفيني مركا جاست للدراي أي حول اللي عنش ال سي جدا بيقو هنا نسوف حسن هيا باي سوق صفر وقاضي ان عارف وش قينش السيدة هيا سو مقابلك صفر السيدة بقل سيق نوبة بربرا تانيا وقتي جي دالكي ليسكو رنش ري صوماليا وحي هير قران كان وهشدوكو سوق قادي مالقاشي عالميا أحمد حاج علي عظمي وما رأيه يقوم مدد ديرا وقتي جي دالكي ليسكو رنش ري صوماليا شغل يقول الرئيسي وأن Somalia كقبطه وقت جاء يسكترتي وأنا لما يسنين وصدح يسنين وحن وهاي مركا هاي هوا شو سو هاي بربراك بلاوي مثلا وأنا مدد أن شو جاي وحوي مركا تدد إيو لحدن كي سقال إيو لحدن كي تطباتن كي مرد من هو كسر نقضي oo sidaasi leeganigo manager ahaan marka jooga dekedda xamar baa wax lay sheego la yiri maarta hawl yar baa ka dhacday hoggaa ninkii managerka iyo baanta dhowr iyo qabsadeen dabadeedna wax lay yiri degdeg waxa lay ugu soo bedelay berbera iyadana marka 82gii 83gii 84gii intaba waa joogay waxa lagu sheegayaa jati baa jira jatiyada yar yar oo la sameeyo iyo وأتتك أنت كذبة مثلا وأتتك كله بيسك وكحبكت هذا دونيسو وأتتك كله وحي لأيه بدي عدو هذا مركب وممنوع أنت كذب اللي قوش يقو إلى أي شروطة حتى صليت هاي بحيسو دي كذب بربر هذا مبحين إلى وقت قيل لنسي وروش كل نسي بي 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 شروطة هاي بحيسي صدح هذا بقول يلا ما تكا متر وبركيسن باي نوس عدي سدح لا بقول يلا واتكا مثل بعد لعك تهار كرنسيقا انت هالك لك قادو حمر لقيني مثل ولا وذو وذاقي وانشلك كليا هاي ولو دكدة بربرا اي تهاي دكدة ها دوني دوو اشتراتي تيسن حتى ومحيكا قدوان تهاي دكدة ها اما بردير تهاي وحيكا قدوان دو خسائل كاي بربر الله وان دكد لي هجرين الهي با اسميهي بريك ووتر كو حلينا وهير جبية لغد أب صومالي قال لقوينا مدي لها يسمي وان بني آدم سمين دكد حمر العكت اللي قو سمي وحكم بدمين ودكد اللي قو سوى غيري وحكس وحقو بدنا مدحيقين دي العكت قلي وحقو بدنا تي اللي قو سمين بريك ووتر هير جبية يعني بده يدو وقوق بدن تاي بده يدو وبدأ أقول رفتن وقت هذا مركز سوت واسم سون كو كلا بدو أي كعدو بدأ خطرتها بدأ وقت خصبا تعدو قينا تقدي لو بدو السعوديو مرسادة بربرا اسكو حلك الدوني دا اقاديد كمارين بيود يدا بدا اوكالا قوشا اهميات انتالاك باي اولا يضحي واسم حي سببتا بربرا اي اوتاهاي بقعد استراتيجي كابتن يوسف شيسا وخبير لنا عبادة مددرنا كابتن كاها مراكيب تدوني دا إيا بربرا وكلا قوشي ترتي وحاو سببا إيشيا أما فار إيس إيا يورب إيا أفريكا با إسكوح دا بربري أما ريت سي إسكوح دا
marka waxa weeye dib meel ilaahay ugu tala galay way kasareysa dhulalkaas oo dhan waa artificial dikada khaliiska laga sameeyay maxayto een iyo tan maxayto Djibouti tan xamar laga sameeyay waxaas waa artificial tan oo natural ilaahay sameystay bay ahayd ba berberi waa meel aan istaraatiijiyadda caalamiga ee maanta jirta oo aad moodo inay u soo rarmayso dhinacan badda cas iyo badweynta Hindiya waliba khaasatan meelaha isaga yimaadaan ee geeska Afrika. Berberi waxa weeye meel halbowle ah. Berbera walow ay tahay magaalo qadiimiya, Berbera walow ay leedahay taariikh fac weyn, Berbera walow ay tahay bogcad ku taalla goob istaraatiiji ah. Haddana shalay Berbera kaalintee bay kaga jirtay dunida. Dekedda magaalada Berbera maanta kaalintee bay kaga jirtaa. Haday tahay maanta aynu joogno Dubai, waxaa jirtay xilli ay Berberi ka qiimo badnayd Dubai oo ka horumarsanayd oo ka qurux badnayd. Maantana Dubai, Somaliland iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika laguma dheeriyay waxa lagu dheeriyaa shirkadaha adduunka ugu maanta ugu muxuu ahaayey ugu miisaanka weyn bay ka mid tahay. Waxaa ku jirtaa safka ugu horeeya ilaa shirkadda Afraad. Waxay maamushaa tikido badan oo aan Dubai ka baxsan oo caalamiya oo maalgelisay oo isbeddel weyn ku yimid shirkadaha. Khibradda iyo aqoonta iyo adduunka laftiisa la geliyay intaa waynu u baahanahay. In badan oo ka mid ah dekedaha Khaliijka oo ay u boqranayd amaba ugu sarreysay dekedii Caruusa Talbaxar ee dalka Sacuudiga, Berberi barkoodna waa higsanayeen horumarkeeda, kuwo kalena dhiggeeda ayay ahaayeen. Halka Bariga Afrika dekedaha ka jira ay hormuud u ahayd intooda badan. Xilligan casriga ah 30 sano ee u dambeeyay, dunidu way kala tagtay dekedaha waqtigaasi Berberi hormuudka u ahaydna maanta waxay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya caalamka. Dhisme iyo dherer, qalab iyo qurxin, adeeg iyo horumar, Berbera se weli waa halkeedii. Dhismayaasha dekedda qadiimiga ah ee magaalada Berbera waxay ka kooban tahay laba qaybood. Waxaan soo gaadhnay gudaha dekedda Berbera. Qaybtani waa qaybtii uu dhisay Maraykanku. Qaybta xagga dambe iga sii waa qaybtii uu dhisay dalweynaha Ruushku. Bal waxaynu la wadaagi doonaa, waxna ka weydiin doonaa mas-uuliyiinta dekedda Berbera imisa markab ayaa awood u leh inay ku soo xidhaan dekedda Berbera, imisaase qaaditaanka xajmiga iyo cabirka amaba dhererka dekedda Berbera aanu u saamixin inay ku soo xidhaan. Waqti intee le'eg ayaa cala markab lagu rogaa? Su'aalahaasi oo dhan iyo qaar kaleba waxaynu weydiin doonaa mas-uuliyiinta iyo maamulka dekedda Berbera. Guud ahaan 650 km buu kiiga dekedda Berbera ka kooban yahay, ama halka ay maraakiibtu ku soo xidhataa. Waxa kale uu ka kooban yahay 6 beert oo ay ku xidhan karaan, macnaheedu tahay inay ku xidhan karaan 6 markab. Waa 5 markab oo dhinaca ugu xidha iyo mid ruurru ugu xidha oo xagga dambe uu soo galo, ruurru baa la yiraahdaa. Badeecado badan baa ka soo dega, badeecado badanna waanu dhoofinaa. Geeska Afrikaba waxaa laga yaabaa inay dekeddanu saameyn badan bay ku samaysaa xagga kaargooga. Badeecado badan bay geysaa Itoobiya, Soomaaliya, East Africa ama Kiiniyada. Badeecadaha dhoofaya ama sida xoolaha nool oo kalena dalalka iyo meelo ka shisheeyaba ka yimaadaan. Shaqada dekeddu waa xaami sanadba sanad ka dambeeyana badeecadaha iyo kaargooga yimaadaa wuu kordhaa, ama kontainerka yimaadaa wuu kordhaa, laybanku way kordhaan. Way wanaagsanaan lahayd kolley badeecaduhu way nagu badan yihiin xilligan, maraakiibtu way nagu badan yihiin. Horumar la kordhiyo dekedda kiigeeda waa loo baahan yahay, oo gantry crin lagu xidho beer cusub ama kii cusub waanu baahannahay oo gantry crin leh. Waa imika anugu sida aan u shaqeyna dekeddayada hore ilaa 500 kilometer ayaan u baahannahay oo dekedda cusub lagu daro.
وحتى لا باهي حوغان لسماء بلارين إيا قلبا سيدو كلا وحصارا عليز حوغان أو نحيليغان قادي كارين مركالي ودامادا لان لوكيركا أين يغو لهاين دكدها إيا قبولكا إيا باريغا أفريكابا وحاي اتهاي دكد بربرا دكد أي ترسادان او باهيهين وقتيغان سيبا ودن كا إتوبيا أو أي كورو دافين خلقيغا كنولي سغاشن مليون أو قف كان ميدا ودامادا دقالها إيا غنحسيغودو يسي كوريان دبال ديجيت أما بالا بالا بريغو هري بداعادو حوبنه بغاش وسحارادو جوانو كرتونو وعان كسري هانجرت مكوه كنتينر دي كدينو وما هابيسنا كنتينر هذا لوغو متلقين وعنو بحاني دي كد عاسري اللوغو تلقل وقلب كي كنتينر هذا لي كي دي جينا ايه كي رهلا ايه مركو تلقا وينوغا باهي بها كجرتا سيدي نوغا فاليسان لهاين تكنولوجيا دا اسبديشي حاجة كونتينر هذا. واحد جت تحتين مراكب تلف تقول اسبديش. مراكب بالوري واحد هنجرتي واحد يربي هنجرتي. لكن يمكن مراكب توي ووينات. وحنا أوبا هنتهاي يعني محايل هذا إن يعني سيد بدأ أمر كران. بوصل حين كران دكده. إن دكده يعني حق هو سمر الله يقوى ويران يعني نقطة إلى عشان يطول متر إلى عفري طول متر. بدكده إنه وقايته متر وكبير. بعيد هو سمر الله يقوى. مركز تالت يحنا بعدين دكت وين ومركب تقول صور حلوين كرتوا وهاس ودهر وهاس وقطر دهر ويمكن تعمله وحينا شرتا الدنيا دي ويس بده شيء يمكن أركان وحين حل لنا هاي وهم بدل هاي ودن كان لدى إثيوبيا ويستعيش المليون كنوريين وبرجو هري بدأ عدم السنجري عسب السنجري مركز كحين تنام كمرصدة جبوتي جبوتي نقوم في الله مركز أركان باهي باك صباح وانا sababaha soo dadajiyay ee keenay heshiiska rasmiga ah ee dawladaha Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray maqsadkiisuna ahaa isticmaalka dawladda Itoobiya ee dekedda Berbera dajin iyo dhoofin labadaba haddaba xukuumadda talada haysa ma u gashay dadaal fursad berberi ku hesho maalgashi ay qeyrkeed ku gaadho kuna daboosho baahida wadamada iyo gaadiidka u kala goosha dunida ay marinka u tahay bugcada istaraatiijiga ah ee berberi ku taala dhowr heshiis oo caalami ah ayaa xukuumaddu shirkadaha dekedaha dunida maalgashada la bilowday ولو سنده دور اه الى سنده دي لبكن ايه كوبية طبان اسكو دايادا حكومت دو دبادة كرية حيسي وقو دنباين تي واحا سومالي لان هشيس لقادة تاي شركة عالميق اه الرير امارات وادي بيويل اه او يدو كميد اه افرتا شركة دو ده اوغو هرية شرائي جنو عود اه ايه عالم كا دي بيويل كهور لح شركة دو ايه نو يمي لح دي شركة دو مركانو كلاشان ديني لبان لسو حرني waxaan soo hanay shirkad leh injineer Bolore iyo shirkad leh MSC oo Swiss Bolore waa Faransiis annagu labada qiimeeyneena oo wali soo bandhigoodi ku jira ay shirkadu noo timin markaanu eegnay waxyaabihii ay noo soo qadintay iyo qorsheedii aanu barbar dhignay qorsheyaashii labada shirkadooda kale waxaan noo soo baxday in ay aad inooga faa'iido badan tahay shirkadda DB World وقشيدو يهي مد كانا بلارن كانا تايا بدن كانا فايدة بدن وحيابي كوكر دوانا وحاكمي دا لر كدكة دايدي سايان لعاك تاي قلينا يان دخلقين نغي سو قلايا وحيابا كالو الله سعودة سيدا محايا فري زون اما سوق حورتو الله سعودة كارونتي وحيابا فرابدوني كي قدوان تو كيوان اكسن تاي ايانو كدورنو نوغا صوباح kolka inuu ka bannimaadno dadaalka xukuumadda Soomaaliland albaabada dunida u garaacday horumarka dekedda Berbera iyo sidii ay maalgashi u heli lahayd xaq ma u leedahay inay gasho heshiisyada noocan ah dastuurka iyo qawaaniinta qaranku si maxay ka qabaan xukuumaddu ama hadaynu lahano qaybta fulintu awood buuxda waxay u leedahay inay gasho heshiisyada noocan oo kale ah haddaanu sharciyan ka hadalno madaxweynuhu قطب خسراشنات بأود سي سدوك على قطب كلب يتقنات بايسنا كهلا يدستوكا تمرد الشمالان إن دولته أودوا لهاي إن ما مشوا
كريسو كريساتو أما سكلا بالوغيجيسو هانتيما قوغتاها يتو قوغتاها قوضا بلا سيحيسير أي معامولا يهان أي كمتها هادابا واتوما شركة دي بيويل اي دولة سومال لانكا دورتاي شركة دها كالي DP World is part of the supply chain on all the continents, helping and sustaining and driving the world trade. Kunstagal Bokolia Sagali Sagashan Kiayala Asasi Dubai Bottis International DBI Wahilo Rekte Mamulka South Container Terminal Echida. Labadi kuni labadi wahai gaanta ku qabatay maamulka deked ku taala India labadi kuni saddexdi deked ugu weyn Romania bishii September labadi kuni shanti ayaa waxa isku biiray Dubai Ports International iyo sidoo kale Dubai Ports Authority oo ku midoobay magaca shirkadda DP World bishii March labadi kuni lixdi waxa ay la wareegtay afar dekedood oo caalami ah ayna maamulayaan shirkadaha P&O ee UK kuwaas oo DP World ay ku maalgelisay $3.9 billion muddo aad u kooban ayay ku fiday maamulka dekedaha caalamka waxayna ku guuleysatay aqoonsiga maamul wanaaga ee ISO DP World maanta waxa ay maamushaa 77 dekedood iyo xarumo badeecadeed oo 6 qaaradood ku yaala. Sidoo kale waxa ay gacanta ku haysaa dekedda Southampton Terminal ee UK, Dakar Senegal, South Africa, Canada, Korea, Algeria, Argentina, Brazil, Russia iyo qaar kale. 2006 waxay gacanta ku qabatay maamulka dekedda Maxamed Qaasim ee Karachi, waxa uu shaqeeyaa shaqaale kor u dhaafay 70,000 dekedda kontiinarada Doraale ee dalka Djibouti. Djibouti Doraale Container Terminal DCT waxa la kala saxeexday sanadkii 2006 muddo 30 sano ah. Waxay DP World ay dhistay dekad kontiinarada ah oo casri ah waxana la furay 15kii December 2008. Haddii aynu doono ka hadalka awoodda shirkadda DP World waxaad halkaasi ka arkaysaa darajada dhaqaalaha iyo horumarka dunida shirkaddani kaga jirto. Awooda shirkadda DP World iyo sida dalal badan oo dunida ahi ay ugu aayeen heshiisyadii ay la galeen waa mid intaasi nagaga filan tahay. Madaxa shirkadda DP World Sultan Ahmed bin Sulaiman wareysi uu bixiyay waxa uu si muuqda ugaga hadlay sababaha keenay in dekedda Berbera la maalgeliyo. I visited a few weeks ago and what I saw is better than what I expected. Dhowr toddobaad ka hor ayaan booqday magaalada Berbera. Waxaan ku arkay wax ka fiican wixii aan markii hore ka filayay. Waa dekad weyn marka la barbar dhigo dekedaha ay la deriska tahay. Waxay leedahay hiraaliye dabiici ah kaasoo la horumari karo. Waxay adeeg u fulisaa shacab 4 milyan ku dhow. Sidaas darteed, markii horeba waa dekad shaqaysa oo macaamil leh. Baahida adeegga Itoobiyana waxay noqon doontaa un dheeraad. Itoobiya waa dal sameynaya koboc dhaqaale oo 120 ah. Kulankii aanu la qaadanay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya wuxuu noogu ballan qaaday inay isticmaali doonaan dekedda magaalada Berbera. Adeegsiga ay waqtiga xaadirkan adeegsadaan ama badeecadahooda kala soo degaan Djiboutina noqon maayo mid isbeddel ku yimaado. Marka loo eego baahida adeega Ethiopia, dekedda Djibouti ma aha mid ku wada filan, wayna sii wadi doontaa Djibouti. Xataa marka dekedda Djibouti gaadho heerka ugu sarreeya, haddana weli baahi ayaa jirta. Ethiopiana Berbera dekeddeeda way uga faa'iidaysan kartaa. Waxyaabaha dheeraadka ah ee Berberi haysato waxaa ka mid ah Maareeya Cali. Waa shaqsi aqoon iyo waayo aragnimo sare u leh dekedaha iyo shaqadooda. Ani ahaanna waa faa'iido dheeraad ah oo ay dekedaha dhigeeda beer tahay.
Well, let me tell you, first of all, the port is going to be a tremendous... I'm cool, Shago. ugu horeyn dikadu waxay shaqaanta u haysa muhiimad xoog dhaqaale oo halka hore uga sii jiray laakiin anagu waan sii kordhineyna faa'iidooyinka ugu badan ee maalgelintayadu yelanaysaana waa shaqaabuur shaqalaanta ayaa aad ayay muhiim u tahay in si isku mid ah loo wada fahmo ahmiyadda heshiiska shirkadda DP World ee Soomaaliland dhex maray si shacabka Soomaaliland iyo dowladduba dhexda ugu wada xiran karaan ka faa'iideysiga fursadaha waaweyn ee qarankani helo dekadda berberana waa mid dunidu ku xisaabtamayso waxaana muuqata in la gaadhay xilligii manaafacaadkeeda qaran iyo qofba loo wada aayi lahaa dalalka noloshoodu ku xidhan tahayna ay uga faa'iideysan lahaayeen Professor Ismaaciil Hurre Buuba Hadilme waa siyaasi xeel dheere xiriirka caalamka ah iyo weliba sida dunidu u danaynayso berbera xog badan ka haya waana shaqsi xilligan ka beri ah siyaasadda gudaha ilaa Hadilme waxaa ahaa 1977-yihiiba waqtigii uu Maxamed Siyaad Barre jiray siyaasi far badan baa arrintan looga hadlay siyaasada farab badan looga hadlay koridoorkan berbera iyo Addis Ababa siyaasada badan baa looga hadlay koridoorka kale ka sii muhiimsan ee berbera ila dowlo ah ee hadilmay maxaa kan berbera Addis Ababa wax weyn badii alaab badda ka soo degaysa oo Itoobiya ku socota laakiin se koridoorka labaad ee aad lay dowlo berbera wax weeyaan hadilmay Great Horn of Africa area la isku yiraahdo ee Uganda iyo Southern Sudan iyo Southern Ethiopia iyo Kenya iyo eriyada soo dhan ee hadirme waxyaalaha ka soo baxa oo maanta caalamku xoog ugu baahan yahay iyo in badan la adroosay halka ugu habboonay waxaas ka bixi karaan waa halkii waxay noqotay berbera si xooga iyo arrintani ay muhiim u tahay kulkaas waxyaalaha hadii loo baahan yahay waxa weeyaan inaan laga hordegin si degan oo hagaagsan loo eego sideedana 2018ka aakhirkiisa dowlado fara badan oo aanaynaya hadilmeeyay geeska Afrika waxaa laga yaabaa mashaariic fara badan oo ku aadan hadilmeeyay buuxa qaab dhismeedka iqtisaadka dekadaha iyo wadooyinka in hadilmeey loo soo qadiyo dhaqaale xooga ku soo socda mandaqadan aynu hadilmiyay ilaahay inuga abuuray iyo isbeddel xooga ku soo socda cidda hadilmiyay muxuu ahaa u hadlaysa dadka waa dowladda dowladdooda ha aaminen ha soo dhaweeyeen wixii khaldaad ay ku arkaana ha u sheegeen waa in hadilmiyay si degan oo hufan hadilmiyay muxuu ahaa loo aamina dowladda loona dhaafaa inay hadilmiyay muxuu ahaa iyadu ay garwadeenkii ka noqoto caalamka aynu doonayno in la macaamilo laakiinse aan loo qaadan dad dhexe inay hadilmay iyagu dilaal ka noqon karaan dowladda iyo caalamka hadilmay uma dhaxayn karto qayb ayay ka tahay waxyaabaha qarankan dunida iyo dalalka jaarkuba ay ku majeertaan in mucaarad iyo muxaafid ba hay'adaha sharci dejinta iyo siyaasiyiinta tangaarka iskaga soo horjeedaaba ay hal meel uga soo wada jeestaan isku aragtina ka noqdaan danta qarankan maslaxadda iyo horumarkiisaba hogaamiyaha xisbul mucaaradka wadani ahna garwadeenka aqalka wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro hirgelinta heshiiska dekadda berbera aragtida uu ka qabo guud ahaan Soomaaliland waa soo dhaweyneyna maalgashi la gashado si loo abuuro shaqaabuur si loo abuuro horumar adduunkuna laba habab ka hormaraayo mid waxa weeye in dee khayraad ka soo baxo waddanka oo khayraadkaasi looga faa'iideeyo iyo in maalgashi fara badan muwaadiniintu ha gasho ama ajnabi ha gasho anagu xisbi ahaan iyo baarlamaan ahaanba nagama suurtoodo heshiis aan dalkan maslaxadi ugu jirin oo qarankan dani ugu jirin inuu taageero laakiin waajibaadka golaha leeyahayna waxaan filayaa inuu sida dastuurka ku tilmaaman uu gudan doono wuxuu leeyahay xukuumadda inuu hubiyo inuu heshiisyada ka hubiyo isagoo ka wakiila shacabigiisa
عيد كستو قران كان مقع أقون ميسان يما موس باكو دحله وحايد منايال شعب كويهين فاركو فيقا هوقيا هادان وحي قران كان وحي اللوه سيدو كلا وحي شعب كوغا دحتوريهين منصب يميد أقونيت با وهوغا تصالين تا يفهان سين تا وحكستو دل كان إياداد كيسا دن تيسو كوچرتو سي بلشادونا او بربر استاك تو تلاوة كستا او قوش قران كاني اي كوحران تهي دادك اهل كاو اح علميقا ديني ايا مادي با قيمة وين بيوليهين داد يوغا كنول دونيدان آدار كيسو وانا سببها ايغو سهلي كرا ان بلشو ورموغ اهي غربك ايا برارو چينتا اي كهشو اقو يهان كيدا اسكو عراكتي لوغا ودا نغضو هيكسيغا هورو ماركا ايا هيلنكا قوشا هشيس كان هذا محوك فردي حاجة شرعية مرك لقيه هشيس كان وحلو يقان قيبتي صاحرة ممرندا مفندستاندين أما هو إسفهن مدلبة إسفهن هشيس إسفهن ورد أحمر دولة الإمارات كعربتها هو يمثلس دولة دبي جوفرمنت وهاي واحد أقنا هاي إمارات هو دولات أما دولة إسكتة جي وأبو ظبي دبي يو شارقة يو جمان كل كواحد هو دبي بقى متلسة دولة الإمارات كا وكالتنا إذا كهيسة كل كا ليفل كامر كا ده يكتبه إنترناشيال إنتيتي إنترناشيال إنتيتي مركا ولقى لي دولة عن الاعتراف سنين هشيس حاجة شرعية مركا لقى إياه يعني واحد أورن كرتا قطب كاسي وقطب فائدة وين يوجد شرط سومالنا ولا ليه الإمارات وين نجى نجنا حين مركا أركانين نسولي تركنا قلنا عالم dekedeen hormar yeelan weyn ee ganacsigeen uu matalay ku xidnaa way caalam heshiiska kulka imaraadku waxay noo aqoonsadeen entity ahaan dad capacity leh oo heshiisni gali kara waydii wax weeyaan caalamka hadii dawladdi Soomaaliya burburtay loodanay Soomaaliya ayun baad matasha iyo hadda lefteeda quliya comfort wax iska dhaadhiciyaan idinkun ba heshiis leedin la gali kara tani barbilo waxa u tahay ama waa heshiiskii labaad baan loon kara oo heshiis hore jiray oo isaguna aanu la galnay markii bulcadbadeed la dagaalamay dawladda Seychelles madaxweynaha cabsi badan baa lagu riday waxa lagu yiri heshiiskan hagin laakiin dadkii ka hawlgalay baan anagu ahaa number 1 legal entity jiray ayaad noqotay ictiraafka laftiisuna waxa weeyaan waa arrin xag international law dad laba mid buu noqon kara dawladda siday kuula dhaqanto iyo dawlad ku dhawaaqdo oo tiraahdo waa aqoonsan hadaba heshiiskan isfahan iyo arkaantiisa dambe inuu ka warami doono faa'iido badan baa u jirtay heshiiska ujeedadiisu waa maxay ujeedadiisu waxa weeyaan horumar dhaqaale oo dhaxmara labada dawladood kulka waxa weeyaan labada dhinacba rights iyo obligation ama xuquuqo iyo waajibaad ayaa fuulay mar hadii ay sidaa tahay eriyooyin ama meelo lagu talagalay Soomaaliya in laga caawinayo oo imaraadku aanay ka tagin dadnimadii ayaa ku jira xeerka xeerkan faa'iidooyinka ku jira waxa weeye marsada dekedda berbero kaliya ma xataa markii la arkay duruufta dhaqaale duruufta siyaasadeed mashaakilaadka inaga haysta geeska ayaa imaraadku wuxuu ino ilduufay ama siba uu heshiiskan yidhi hala geliyo soo dhinaciisana inaga taageersan horumarinta beeraha shaqo abuurida xagga energy-ga iyo tamarta in la kobciyo dhisidda wadooyinka storage-ka meelaha metelo haamaha shidaalka in horumar lagu sameeyo free zone in laga dhiso dekedda in hudheel weyn oo 4 stars-ka la sameeyo yani waxaas waxay ku xidhantaa horumarka waxyaalaha in hortaagna ee maalgashigeen hortaagna bay kamid tahay kuga dadkeena wax looga baahan yahay inaan u matalno sidii dawlad state practice inaan yeelano muhiim muwaadinku waa inuu ixtiraamaa madaxdiisa madaxduna waa inay accountable noqotaa dadkeed kulka wax u cadeysa oo waxyaalaha mataleba mugdigu ku jiro in la siiyo waa muhiim oo dadkii la yiraahdo halkaas ayuu mugdi ka jiraa cadeynna ayuu keenaa haddaba waxyaabaha heshiiskan ku wajahan ee shacabka Soomaaliland xukuumadda uga fadhiyaan inay ka qanciso ayaa waxa qayb ka ah
دولت سومالي لانيو إماراتكو موحا هشيسكا كوضا قالين وضييلا شادا دكاد دها تنديسان او ديبو حابين لغو سمييي ميسا دكاد عصوبا ياقارنكا اصو كورداي او دولت إماراتكو ديسايسا وشيسي دبا يعني ووح قفك قلبي جيسو كوضا قينو ينا يقشو ينا ترادو وحان هاي استبان عيدكار لغيب سانايا يدان وحبا اللي يقف هايدين هذا معقول ما مركز من هشيسا انو قالو إن شاء الله شقد وجه الرئيس أي شركة وقابلنا سايح وي إن الدكاد عصب نستو الدكاد عصب مركز دماغته بعد تي هو ريتشرتينه بضيع تريا لنا قلبيني مركز وحي إني بقى أنت ولي بلي نوه حاجاتشو بوحنا الله ينوع دريا وحاله ينوع دريا بين كوه الفائدة إن اللي بدينه sidoo kale waxyaabaha bulshada ka dhex guuxa ayaa sida weyn ay wax isaga weydiinayaan ayaa iyana waxa qayb ka ah in shaqaalaha dekedda berbera qalin maar iyo muruq maarba la bedeli doono waxaan doonaa runtii inaan uga cadeeyo sababta aynu u raadsanay in ciidino maalgeliso ee aanu shirkadan u doornay inay tahay koow shaqo abuur shaqadu waxay ka abuurantaa maalgashiga marka meel maal gashado ay shaqo abuuranta marka horta in shaqo abuur bayna gariyay ma aha shaqaalaha inuu maanta haysanayn uu naga yaraado waxaan rajaynaynaa shaqaalaha inuu maanta haysanayn mid aad uga badan inuu ka dhasho mashruucan oo dekedda kaliya aanu ka dhalanin laakiin dekedda dibadeed aanu ka dhasho in magaalada caamiranto la soo dego isbedesho xarun ganacsi noqoto horta way himilad wax kaloo la yiraahdaa shaqaalaha imika ka shaqeeya dekedda waa la dareerinayaa amba ajnabiaba la keenaya taaliftigeeda waxba kama jiraan shaqaalaha ka shaqeeya xawlaha maraakiibta sidoodii buu ahaanayaa shaqaalaha ka shaqeeya ee ku jira payrollka ee dekedda uu shaqeeyo sidoodii bay ahaanayaan shaqaalaha geelaha yidhaahdaan iyo stibadooriska ee marka way khankiisa gala qaadanaya dibadda wax ka xamaalaan kuwalaftii oo shaqooda sidooda baa loogu baahnaanaya shirkaddu markay timaado shaqaalaha way tababaraysaa kor bay u qaadaysaa xirfadooda tan kale fahamkeedu muhiimka yahay ayaa ah saamiga labada dhinac ku wada heshiiyeen miyay qayb ka tahay lacagta adag ee dekedu ka qaato maraakiibta ku sugan biyaha dekedda iyo cashuuraha uga soo xirooda dowladda iyo weliba sii jiidida iyo soo jiidida maraakiibta dekedu waxa qabataa laba adeeg adeega badda ama marine services waxaa la yiraahdaa waa maraakiibta la soo jiidayo iyo kuwa la sii jiidayo iyo wixii adeegaha badda ku saabsanaa la qabanayo kirada laga qaadayo maraakiibtaas intay muddada badda taagan yihiin sii jiidiso soo jiidiso kiraa waxa adeegaasi uu had iyo goor ka noqdaa dakhliga dekedaha 200% kaasi kama baxay gacanta soomaaliyaanu heshiiska kuma jiro mar walba kaa dekedda waxa haysanaysaa berbera port authority ama hay-adda dekedda berbera ayaa gacanta ku haynaysa qaybta labaad soo hadhay wax weyn qaybta la yidhaahdo handling ama adeegan ka dejinta alaabta iyo raristooda oo hadday tahay container iyo hadday tahay bagaash waa qaybta heshiiska lagula galay markaa dakhliga sidee loo qaybsanayaa su-aasha kale loo wataa way dad badan wax oranayaan inta imika bay naga soo gashaa kow waxaanu qaadanaynaa kirada oo 5 million oo go'ana sanadkii waxa dheer dakhliga dekedda soo gala inta aan khasaare iyo faa'iido iyo waxba laga jarin cashuuro oo 100% hadday soo saarto 200 million 20 million baan halkaa ka qaadanaynaa dusha dabeetana markaasaa la gelayaa in kharashkii iyo dayactirkii dekedda iyo wixii ku baxaya la bixiyo faa'iidada soo hadha ayaynu saamigan ku qaadanaynaa 5-30 iyo 5-30 qaadanaynaa marka laysu geeyo waxaa runtii way ka badan tahay 100% bay ku dhowday haddaan ahayn waa hubaal cid kastoo lixi jeclada qarankan ku suntani inay u heelan yihiin hirgelinta horumarka dekedda berbera mas-uulka maamulka iyo gacan ku haynta dekeddan berbera madaxweynayaashii u kala dambeeyey talada somalilan khibrad aqoon iyo xirfadba looga maarmi waayey waa maareeyaha 18-kii sane u dambeeyey berbera ku soo simay heer maanta ay ku hesho hiilka iyo maalgashiga caalamka injineer Ali Umar Xoorxoor maareeyaha dekedda berbera tallaabo kasta oo loo galay hayaanka berberi ku hiigsan lahayd dekedaha horumaray ee dunida
هرمود ايو كاها مدحضة قرنك أمة تليسي سيداسي درتيد حقوقال كماري علي حور إمانتا يهمي غير كبربرا لرهبو بري وحانا ويان أنا أقول حانا ورغني أنت قود يا شعبك ويقود شرطو برامج أنا وإنتا سيكت دكتا كشغيني برامج كوان أكسنو أيرو كينان الشيخلها إنتا برامجات دي بس أغني متشروح وحان لسعودتين يا تدويرها في سومالان برامجك بنا عوان أكسن يا أه إن قدك لهورو مريو تكدنا خورو مركيدي وكتشرو أي كتشرتو دا يرتا يون أن يرادا يا شعبك كان عصتا دا كل جو إتو بيها شيس بحان وصوص حانا شيس كا استغانا إن بدن ما نكوش غيني دويت كوش غيني سي عنو بدتكش غيني كم بدها كلمة أول صحيح يمكن يمكن كهوري يتوبي يبقى برامجها سوى برامجها حريرة ولدون يو بكده بربرة منافعات كمان تلاقيها هاي أما إن لا تكون لابو الشعب كأول هاي يقرن كوا أما إن لا لواتن لابو كسكو هشيسك دي بيوالي دحمراي دولة الصومالي لان وحسي حوغي سنة يا حريركا ديبلماسي ديد إلا بدا الدولة دود إليهين حلقان سفارة الصومالي لان وطن كيسوطاق إماراتكو وامد علاقات كيدو قونيكا يهي دلالكا كالي الصومالي لان حفيس يدا كولي يدهي وحانا سيتوس الدولة دو إماراتكو ولما عامشا سفارة داسي الصومالي لان كولي يدهي تاسوسها الشيء إن سومالي لان كميد نقطة وضمد إمارات كو قعان تاكسييو مشاريع ده هرومارينيد إيا كو ومعاوينو ينكا سيدو كلاوحا إمارات كو مدادا سي سفارة ده سومالي لان حارون ترسميقا آي كو يالطي بلشا ده سومالي لان سيابة كالدوان اوغو فضودا داي استعمال كبوستبور كا سومالي لان إيا وليبا دول لما دياد ديارة ده عالميقا إيا دولة ده إسوطاق إمارات كا عربتا تفيرك دولة ده سومالي لان اقابل سان وضن كا إسوطاق إمارات كا عربتا باشا عويل أي إساقنا دنكيسا قيبكا أها أي مددا سيو سفارة دا تشوغي وحا أصورتا كشاي وفود كالدوان أو دبلماسيه داد أو دل كيمي سيدو كالانا وحا سفيركو دنكيسا قد ودنكا أها أما بقعان سينا يي مودانا ياشا مدحويناها سومال لانو إقمضي إنا قيبكا نقضانا مبا أمتلان سومال لان هشيس كاسي ما أنتنا فرحد وين بين نوتة هاي شعام هان إن إنه علاقات كيني جناسية إن تاريخيا لله هاي سومالي لان ولد إماراتكو أيونو سمعني هشيس كنتي الباب هذا أفرايا مالقشي إيو حريد شوكتها أو كده حد عاد سومالي لان يدولة إماراتكا معارضي محافظ بنو حن لينا وحي دلك سوكر ليه وناجا إن حق وناكسن لسكتة جاية مهمة أو ملوك سوى دشيستو وحنو واح كرنك وصو هرايا وواح تشيل كدن بعيدا ليردين واي كامنا فعاد سنايان ويحي لانسحين ايه ويحي لوها قاتشين ايه نوحو نقندونا وحس سفا شرعي اللو مرو وبارنانك لوجيو ايه وحنو ناكسن مكاينا للسياسة دين وحن حمان كوشرين حمان لقديين تدك وحي دليل قابعنا دو وحي يقود بين كرايان قد دي وضح دلا دي حكومة ده انه وشر تهالكن وحسي وناكسن معارضي محافظ بعرن تنين الميل في عانيز يسو ده تاقنو oo ah inaynu mashruucan ilaashano dalal badan oo daneeyay mashruucan inay ugu tagaan ayaa jiray si wanaag Soomaaliland iyo Berber ayaa heshay mashruucan maanta hesho marka farxad weyn baan hortay intahay aniga oo safiirki Soomaaliland fadhiyey Imaaraadka in maanta mashruuci ugu ballaarnaa Soomaaliland hesho noqday mashruucan